بكم أيها الأحبة إلى آخر محطة من أمسية الليل من برنامجكم من عمان، والحديث عن شركة ثواني وخدمات الدفع الإلكتروني في السلطنة. خلال 3000 جهة حكومية وخاصة استفادت من هذه الخدمات بشكل عام في السلطنة في الفترات الماضية، وثواني بدون أدنى شك كان لها دور في زيادة هذه الأعداد وترسيخ هذه الثقافة من خلال خدماتها المتنوعة. التفاصيل مع ضيفي الكريم مدير مبيعات بشركة ثواني عمر بن سعيد القمشوعي. مساء الخير عمر، ونرحب بك في برنامج من عمان. مساء الخير أستاذ بيان، ومساء الخير لجميع المشاهدين الكرام. نبدأ بشركة ثواني للتكنولوجيا والخدمات التي تقدمها في مجالات التقنية بشكل عام في السلطنة. طبعا شركة ثواني هي شركة عمانية تقدم خدمات الدفع الإلكتروني. بدأت في تقديم خدماتها في عام 2018، نزلنا بأول نسخة من تطبيق ثواني بحيث أن المستخدم يستطيع تنزيل التطبيق في هاتفه النقال، وبعدين يقدر يدفع في الأماكن اللي تقبل الدفع عن طريق تطبيق ثواني. في عام 2020 حصلنا على أول ترخيص من البنك المركزي كأول جهة غير بنكية تقدم خدمات الدفع الإلكتروني في سلطنة عمان، فبحمد الله حصلنا على هذا الترخيص، وأيضا نزلنا بالنسخة الثانية من منصة ثواني اللي كان فيها طبعا خدمات أكثر. قدرنا أن نطور في الخدمات اللي نقدمها للمستخدمين بحيث أنهم يقدروا يستخدموا التطبيق بشكل أفضل وأكثر أريحية. جميل. عمر، من خلال خبرتكم أيضا في هذا المجال ومنذ تأسيس ثواني وانخراطكم مع المجتمع بكل شرائحه، كيف ترى يعني ثقافة المجتمع العماني وتقبله لهذه الخدمات الدفع الإلكترونية بشكل عام؟ نعم، طبعا هي كل البدايات صعبة، لكن إحنا الحمد لله رب العالمين لما بدأنا في منصة ثواني كان هناك تقبل لا بأس به الحمد لله من المجتمع العماني، بحكم أنه كثير من أبناء المجتمع العماني يعني سافروا إلى دول عديدة تطبق مثل هذه التقنيات. ففي البداية كان الأمر شوية فيه صعوبة، لكن الحمد لله رب العالمين تدريجيا أصبح في تقبل كبير من المجتمع. صار كثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة تحاول أنها تتواصل معنا على أساس أنها تخدم خدمات الدفع الإلكتروني لزبائنها. نعم، وأنا أعتقد أن جائحة كورونا دفعت أيضا بهذا التغيير وهذا التقبل. نعم. من خلال ظروفها المختلفة والمقيدة في فترات ماضية نقول طويلة نوعا ما. هناك أيضا خدمات تقدمونها للشركات والمؤسسات والتجار، كيف استفاد أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من هذه الخدمات؟ طبعا أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعني كانوا يحاولوا بشكل كبير أنهم يسهلوا على الزبائن من خلال تقديم قيمة مضافة للزبون بحيث أنه يقدر يدفع بكل سهولة بكل أريحية. طبعا ثواني تقدم خدمات للتجار بحيث أنهم يقدروا أنهم يستلموا مدفوعاتهم بكل سهولة وأريحية وبكل أمان. أيضا تقدم لهم منصة ممكن أنهم يتابعوا كل مبيعاتهم من خلال منصة واحدة، كل المبيعات أو كل المدفوعات التي تصلهم من الزبائن ممكن يتابعوها من خلال منصة واحدة. أيضا بعض الخدمات تسهل عليهم استقبال المدفوعات عن بعد، مثل خدمة وياك اللي هي الفاتورة الذكية من تطبيق ثواني، ممكن يستقبلوا مدفوعاتهم عن بعد بدون الحاجة أن يتواجد الزبون في نفس المكان مع البائع. أيضا خدمة رابط الدفع اللي أطلقناها قريبا تتيح للتاجر أنه يرسل رابط للدفع للزبون عن طريق سواء عن طريق الإيميل أو عن طريق مثلا رقم الهاتف، والزبون بكل بساطة يقوم بفتح الرابط وإدخال البيانات البنكية وأيضا القيام بعملية الدفع. نعم، طيب بوابة الدفع الإلكتروني المقدمة من ثواني كيف نبرزها للمشاهد الكريم من خلالك؟ طبعا بوابة الدفع الإلكتروني اللي أطلقناها في بداية سنة 2021 تهدف إلى ربط البوابة بتطبيقات التجارة الإلكترونية سواء كانت تطبيقات أو مواقع إلكترونية، بحيث أن التاجر يقوم بربط موقع إلكتروني أو تطبيق إلكتروني بهذه البوابة ويستطيع من خلالها أن يستقبل المدفوعات عن طريق طبعا إدخال البيانات البنكية للزبون
والقيام بعملية الدفع بكل سهولة وأمان. نعم، يعني أيضا نحن نرى إحصائيات متنوعة كما ذكرت في حديث 3000 جهة حكومية وخاصة استفادت من خدمات الدفع الإلكتروني في السلطنة، إلى أي مدى اليوم ثواني أيضا لها إسهامات في هذه الزيادة؟ طبعا مثل ما ذكرت سابقا أنه خلال جائحة كورونا ازداد الطلب على خدمات الدفع الإلكتروني من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحتى المؤسسات الكبيرة. بالضبط. فبالتالي يعني زاد الطلب على بوابة الدفع من ثواني أو أيضا حتى الخدمات الأخرى التي تقدمها منصة ثواني. فالحمد لله رب العالمين، اليوم احنا نتكلم عن اكثر من 1500 شركه مسجله معنا في ثواني تستفيد من خدمات الدفع الالكتروني اللي نقدمها. فالحمد لله رب العالمين، ثقافه المجتمع بدات تتجه لتتغير الى الدفع الالكتروني، اهتمام التجار كاولويه بالنسبه لهم انهم يوفروا اسهل الخدمات اللي تسهل على المستخدمين انهم يقوموا بالدفع بكل سهولة وريحية. نعم. اليوم نعم. ماذا يميز ثواني عن غيرها من المنصات الأخرى التابعة ربما لبنوك محلية إلى آخره من هذه الجهات؟ نعم، ما يميز ثواني هو سهولة التسجيل، سهولة عملية الربط، أيضا التقنيات والخدمات التي تقدمها للزبائن، إمكانية التطوير. احنا مستمرين طبعا، احنا مش فقط ان نقوم بطرح خدمات معينة وإنما نقوم بتطوير هذه الخدمات مع مرور الوقت، طبعا بناء على اللي هي يعني النصائح من المستخدمين او نصائح من التجار او متطلباتهم الاساسيه في هذه الخدمات. فاحنا مستمرين في تطوير خدماتنا بشكل مستمر، وان شاء الله القادم اجمل، وفي كثير مفاجات ان شاء الله راح تطرحها شركه ثواني في القريب العاجل. ما يبهجنا حقا انه اليوم خلف ثواني يعني صفوة من الشباب العماني في مجالات التقنية والتكنولوجيا، لو نتحدث عن هذا الكادر العماني أيضا، إلى أي مدى تحرصون على تطوير مهاراتكم ومواكبة المتغيرات خاصة في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي بشكل عام؟ نعم، طبعا إحنا لو تكلمنا عن فكرة ثواني هي فكرة أصلا جديدة في المجتمع العماني، فمن البداية الإدارة حرصت على استقطاب الشباب العماني، استقطاب أصحاب الخبرات لتطوير منتجات ثواني، أيضا توفير بيئة العمل المناسبة لهم للتطوير والإبداع والاستمرار في العطاء. ودائما طبعا احنا نحاول أن نستقطب الشباب اللي مثل ما نقول يفكروا خارج الصندوق يعني. فالحمد لله مستمرين في هذا النهج، والإدارة مستمرة في هذا النهج باستقطاب الشباب العماني المبدع، بحيث ان شاء الله نطلع بافضل الخدمات تسر يعني سواء كان التجار او المستخدمين. هناك جديد قادم كختام لهذا الحديث؟ باذن الله هناك جديد قادم من ثواني راح يتم الاعلان عنه ان شاء الله في القريب العاجل، راح طبعا يساعد كثير شريحه كبيره من المجتمع بحيث انهم يستخدموا خدمات الدفع الالكتروني. ما تعطيني تصريح لمن عمان؟ والله حاليا ان شاء الله في القريب العاجل راح تسمعوا عن الجديد. كل التوفيق لكم، شكرا على وجودكم الليله في من عمان، عمر بن سعيد القمشوعي مدير شكرا. مبيعات بشركه ثواني، وفخورون دائما بكم وعطاءاتكم في هذا المجال. شكرا. شكرا شكرا استاذ بيان. واو، وصلنا بكم أيها الأحبة إلى ختام حلقة بداية الأسبوع من برنامجكم من عمان. نتمنى لكم إن شاء الله أسبوعا مليئا بالعطاء والإنجاز في مختلف مواقع العمل والتعمير، ومليئا أيضا بالمسرات والأفراح. هنا تحية منا جميعا من مخرجنا إبراهيم الزجالي، إلى اللقاء.